الله على دماغك يا نجم، نظبط نفسنا نسوان وخمره عشان نعرف نتكتك العمليه. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقول لك ايه، ابوس ايدك، يا تهمد وتسكت وتطلع بره تستنانا وتجيب الفلوس. لا بقول لك ايه، انا هدي الفلوس للكاشير بنفسي واستلم السلاح بالرسيد. ابو الزعبيب، ابو الزعبيب، ابو الزعبيب حبيبي. صلوحه، بتحبني ولا عادي؟ عادي. انت بتحبني ولا عادي؟ اقل من العادي حبيب قلبي. كنت عاوزك في مصلحه كده. ثانيه واحده، قبل اي كلمات مش تعرفني على مجالك. اه مؤاخذه، آه عمور زميل الشغل. هاي، ازيك يا حمامه؟ اهلا اهلا. زيرو زيرو، اهو دي الاسامي. بيشتغل ايه؟ بشتغل نفسي يا عمنا. هو هيشقى؟ الله، انت جايبنا تهزنا ولا ايه يا عم صالح؟ كده هيشقى وانا الجرداد عندي اغبياء. على نفسهم يا عمنا. ايه دي الجرأة دي؟ كانت منين في بقك ده؟ اوعى كده، خليك معايا يا مسجد المعلمين. ثانية واحدة، أبو دنيا نزل لي الوجب المخصوص بتاعي في المقصورة الرئيسية. منور يا صلوحة، منور يا حمامة. ثانك يو. نورك والله يا مسجد المعلمين. بقول لك ايه، احنا كنا مزنوقين في حوار كده، محتاجين سلاح. حبيبي عايز كام فردة؟ ثلاث حتت بس كده. خفيفي منورينا يا رجاله. فيفي مسؤوله الامداد والتموين. بقول لك ايه، هتخطفي رجلك لحد الاوضه بتاعتي، هتمدي ايدك تحت الكنبه وتجيبي لي ثلاث فرافل. ما تلعبيش في حاجه. عينيا. ثواني يا استفيفي، عرفيني بالمره على اصحابك. انت تأمر. سؤال والنبي، اللفيفي دي بتتكتب كلمة واحدة ولا كلمتين زي بمبم؟ كلمتين. أحب اللي بان واللي ما بانش. جاي لك يا سفلة. صاحبك جريء قوي بس في فئة تفلطحه. بقول لك يا سيدي المعلمين، ما لقيش عندك قنابل. وإيه العبارة بالظبط؟ هو أنت عايز ترسنت الأسلحة دي في إيه؟ لو في حد مضايقك احنا نلم الرجاله الغلط. محمد عيد والمرجوشي. محمد عيد والمرجوشي انت تعرفهم؟ دول اخواتي، ده احنا لسه سايبين بعض الصبح في دفنه المرحوم المعلم بدير رحمه الله عليه. عارف المعلم بدير ده لو كان لسه عايش مصلحتك دي كانت قضيت في منت. مالناش نصيب بقى نقابله. معلش استاذ شيبوب. معلش شيبوب مين؟ هو بيتكلم حد ورايا ولا ايه؟ لا لا، زعبوب. شيبوب ايه؟ زعبوب ده غبي. استاذ زعبوب معلش سؤال بس، هو المعلم بدير بقى مات ازاي؟ بيقول لك في ثلاث عيال هفاءات ضربوا عليه نار في السنتوف. بس تطمنوا ما تقلقوش، العيال دي هتتجاب. اصل الرجاله خدت نمره العربيه. خدوا نمره العربيه يا صالح؟ الشغل اديه لصلوحه. اتفضل. كيفي؟ نعم. فراشة بقى وتشقلبي في المكان عشان الزباين. عيني. يلا. اه حلو بقى، ده شكله. يلا كمر بقى، كمر. حلو قوي. ايه ده؟ جرائم منك ليه؟ هو احنا في معرض الكتاب؟ اما تروحوا بقى بلعب انت وحمامه بقى عسكر وحراميه شيخ. ماشي، بقول لك يا عم زعبور، بكام الحته؟ بثمانية، يعني الثلاثة ب 24 400. هات 30. يا ابني ما بيقول لك 24 400. شفت في طلق يا حبيبي؟ طلق. ايه ده؟ يا نهار اسود، الفلوس فين؟ نعم يا اخويا. لا يا حمامه، اوعى تعمل ان هم وقعوا منك من الشرطة والكلام ده، مش هياكل معايا. دور كويس، دور كويس. انت كده بقى فلوسك. شوف جنبك، طب هنا. احلى سلام وتحيه على الناس الحلوه دي، صالح النجم وعمرو بن داس طيبين وزيرو. يعني الناس دي هتاخد صوره مع زيرو الاسطوره. وفيفي، فيفي اللي جابت لنا السلاح. بتطلب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتطلب ايه؟ يا نجم ايه الماسكه دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ وكيل وزاره، كليك عين كمان. مش هتقدر تغمض عينيك.